خلال الفترة الماضية أخذت تقنية الميتافيرس المجال الأوسع من النقاشات حول أهميتها والتحديات اللي ممكن تواجهها، والتقنية هي مساحة من الواقع الافتراضي لتأمن تواجد لمختلف الأفكار والمنتجات. ضيفتنا اختارت تدخل المجال من خلال الفن والرسم لتكون من أوائل السوريات. نتعرف أكثر عنها ونوع الفن اللي بتستخدمه وسبب دخولها هالمجال. معنا من الإمارات الفنانة التشكيلية ستيفاني سانوسيان. أهلا وسهلا بحضرتك معنا ستيفاني. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. ستيفاني، لو بتعطينا فكرة عامة أول شيء عن دراستك واختصاصك. أوكي، أول شيء ميرسي على استضافتك، وتاني شيء بدي أبلش أحكي عن أوكي، أنا ستيفاني ودرس أنا جرافيك ديزاين، بعدين عاملة ماسترز بي ريسيرش إن ديزاين أند إنوفيشن وجلوبال ديزاين ببرشلونة، وبعدين استقريت بدبي. حضرتك دراستك كانت ببرشلونة ورجعت هلأ حاليا أنت موجودة بالإمارات. بسوريا كان درستي شيء بالإمارات أم دغري انتقلتي على برشلونة؟ لا، كنت ببرشلونة، خلصت الدراسة واشتغلت هونيك شي سنة وشوي، وبعدين حبيت أستقر ببلد عربي صراحة وجيت على دبي. ستيفاني، اللي بيتابع صفحتك على السوشيال ميديا، النوع التقنية اللي أنت بتستخدميها، يمكن أول شيء يعني كنت عم بقول لك حتى تحت الهواء انه كان في صورة غريبة انت مستخدمتيها، لو بتعطينا اكثر عن نوعية الفن اللي انت عم تستخدميه. اوكي، انا صراحة بشتغل بشيء اسمه ديجيتال ارت وميكس ميديا. الديجيتال ارت هو عبارة عن كل شيء ديجيتال، كل شيء تقني، كل شيء على الكمبيوتر، كل شيء خاصه بتكنولوجيا. والميكس ميديا هي عبارة عن شغلتين وتندمج مع بعض. اوكي، يعني مثل ديجيتال ارت تسويها برينت وبعدين تطبعها على خشب، مثل السكيت بورد اللي بتشوفهم على البروفايل عندي. نعم ستيفاني، ما بتلاقي انه ممكن الديجيتال انه تاثر على روح الفنان؟ لانه نحن نعرف انه في موضوع اللوحات، الالوان، الرسم، هل بتلاقي في فرق ولا هي معتمده على طريقه تقديم اللوحه؟ صراحه هي خيار شخصي للشخص. يعني هلا نحن صرنا ب 2022 وعندنا التكنولوجيا، عندنا كل شيء، مؤهلات مشان نقدر نطالع شيء جديد، نطالع شيء لهالوقت. يعني مصمم لهالوقت، في ناس ترسم او تنحت ل التابلو بتكون ما بعرف، يمكن رسم الرسام شي 20 ساعه او 5 ساعات. يعني انا مشاني هو نفس الشيء، مشان هو الريزلت، مشان هو كيف الارتس عم بيقدم هذا اللوحه. نعم. انا بهمني هذا الشيء اكثر من كم ساعه وكيف كان موده بهالوقت. يعني بهمك المنتج كيف بده يوصل بالنهايه اكثر ما تكون المراحل اللي هو مر فيها. صح. طيب ستيفاني، حضرتك من العالم اللي توجهت لموضوع الميتافيرس، للان اف تي، لكل هذا المجال، شو اللي اخذك لهذا المكان العالم اللي هو هلا اوقات بنلاقي فيه كثير اخبار عنه انه عم بيتطور بمحلات، عم بيواجه كثير تحديات، شو اللي خلاك انه تجربي تروحي لهيك مجال؟ صح، هو كل شيء جديد عنده تحدي، ولسه لانه الناس ما بيعرفوا كيف بدا يتبلور هذا الشيء. مشان هيك الـ NFT او كل الماركت البلوك تشين لسه شيء جديد. انا مشاني وقت سمعت عن الـ NFT وانا دارسه الانوفيشن، بحب كل شيء، بحب اجرب كل شيء جديد، اقرا عن كل شيء، الابتكارات اللي عم تصير حول العالم. مشان هيك انا ردت انه اشوف وابيع على الماركت بيس الـ NFTs. يعني وكان في شركة هي اسمها نفتي سوق، هي أول شركة عربية بالريجون هون، هن باعوا الـ NFTs عليها. سو تواصلنا مع بعض وسوينا افتتاح المنصة مع أربع NFTs، والحمد لله انباعوا بأول ساعة من الافتتاح. ومشان هيك أظن يعني أنا مشاني تجربة الـ NFT هي تجربة رائعة، وكل واحد بحب الانوفيشن، بحب الابتكار، لازم يخوضه. طيب خلينا نعتبر انه حدا بده يشتري لوحه، انا كشخص شو اللي بيدفعني اشتري لوحه موجوده بعالم افتراضي بالوقت اللي انا ممكن اشتري لوحه وحطها عندي بالبيت او بالمكتب؟ هل نحن عم نحكي عن مزاج او فئه مختلفه من العالم، كل حدا بيحب طريقه شكل؟
سؤالك كثير صح ومنطقي، لانه هلا مشان كجيل اللي ما كان، انه كنا وقت نحن كنا صغار كان الانترنت هي شيء ما بعرف يعني شيء خيالي، وهلا صرنا عم نعيش بالانترنت، مشان هيك نحن مشان شوي صعب انه نعرف انه كيف، انه انا ليش بدي اشتري تابلو افتراضي وقت بقدر المس التابلو. فمشان هيك انا بقول هي الـ NFT هي وسيله مشان نقرب الفنان من الكلاينت، عرفت؟ سو انا وقت بعت الـ NFTs بعت معه كمان اللوحه الحقيقيه. هي يعني الـ NFT هي وسيله ليوصل شغلي للعالميه صراحه، او شغل اي فنان صراحه، انا يعني ما بدي احكي عن شغلي مثلا. اذا انت فنان او اذا انت فوتوغرافر وبدك توصل للعالميه، عندك هلا التكنولوجيا متوفر، هلا التكنولوجيا متوفر عندك، مشان عن جد انت توصل للناس. يمكن قبل 50 سنه كان بدك عمر لتوصل، عرفت؟ يعني نحن عم نحكي بنفس المبدأ لما نوجد الفيسبوك في عالم انه كانت معه وكانت ضده، بالنتيجة كمان اخذ هذا السوق وساهم، يعني هو من العالم اللي ساهم كمان من المجال اللي ساهم انه في كتير افكار ومنتجات انه تنتشر. صح. انا مشاني هيك هو يمكن يتبلور، يمكن بعد سنة يتغير الـ NFTs، يكون هي تتغير الفكرة كلها. صحيح. بس هلا انا هيك بشوفها صراحة. صحيح. ستيفاني، في واحدة من لوحاتك هي خان أسعد باشا، وبنفس الوقت في صورة لمحمد علي كلايل الملاكم. جمعك بين هالمشاهد، يعني هي التقنية اللي عم تجمعي فيها بين مشهدين، شو الفكرة منها؟ وخصوصي أنه أنت دائما في عندك اللمسة السورية بهي اللوحات أوقات عم بيكون. صراحة اللمسة السورية هي عبارة عن لأنه أنا خلقانة وربيانة بحلب، دائما انه بحس انه سوريا نوعا ما دائما كل يوم معي، مشان هيك دائما بتشوفها بفني، مشان هيك. وخان عسل داشه صراحه محل يعني اكثر من الرائع، يعني كل مره اروح له هيك بس بطلع عليه وبتفرج، يعني كثير كثير محل حلو. ومحمد علي هو رمز صراحه، رمز للقوه، رمز لانه لازم تصابر، ما لازم نوقف اذا كان عندك مشاكل بالحياه او كان عندك صعوبات، مشان هيك دمجت. ومشان هيك بحب ادمج انه نحن كثير بنشوف كل يوم اشياء من البوب كلتشر، وسوريا هي عباره عن تقاليدنا، عن اللغه اللي بنحكيها، عن تفاصيل حياتنا، مشان هيك بدمجهم مع بعض وبتطلع اللوحه. ستيفاني، بضمن هذا المجال كمان، هل برايك انه الواحد، يعني انت مثلا هيك نوع من اللوحات بتتركي الحريه للمتلقي انه هو يفكر بالطريقه اللي بتناسبه، ام بتفضلي انه انت تفسري له هي اللوحه شو انت اللي عم تعني فيها؟ صراحة بحب إنه أترك شيء مجال مشان الحدا اللي ما شايف شغلي إنه هو يفكر ويسأل الأسئلة. أظن إنه وقت حدا يسأل الأسئلة أو يبلش يفكر عن شيء ما كان عم يفكر فيه، إنه هون هو الفنان بيكون ناجح، بيكون إنه شفت شيء أو فكرت شيء ما كنت مفكر فيه من قبل. صحيح، خلقتي عنده فكرة جديدة يمكن حتى أنت ما تكوني مفكرة فيها كفنانة. سؤالي الأخير لك ستيفاني، بضمن هذا المجال الافتراضي، وحضرتك حتى من فترة كنت موجودة بأرمينيا عم بتشاركي بمعرض، هل ممكن أنه هذا المجال الافتراضي يأخذ مساحة من المعارض، ولا هن عم نحكي عن مساحتين ومجالين مختلفين؟ ولا لا، في كان هونيك، انا كنت بارمينيا ارت فير مع غسان عويس وريكا حسواني، كنا يعني نحن كنا ريبريزنتد باي هاماسكاين جاليري، وكمان في كان سكشن لحال هو عن ان اف تيز. انا برايي انه هذا الان اف تي شيء موجود وضيضل، يعني ان شاء الله ضيضل ودائما دا يكون موجود بحياتنا بطريقه ما. يمكن هلا هو بارت، بس يمكن بعد سنه يتبلور وياخذ شيء، يمكن يكون ما بعرف، لا ما بنعرف وين بدها توصل الفكره، بس هن دائما يكونوا موجودين بحياتنا. صحيح، هو مجال عم يتطور بشكل مستمر. ستيفاني، بتشكرك كثير، موفقه دائما بكل الخطوات اللي عم تشتغل عليها حضرتك ومع كل الفنانين اللي عم بجربوا يدخلوا بهذا المجال مع كل التحديات يلي عم تمرقوا فيها وبتواجهوها، اكيد من نجاح لنجاح. ميرسي كثير. شكرا لك.